أهمية يعني خمسة معايير معك أنت. معناته إنه اللي قال إذا المؤشر لك الآن هو تحت الغير موافق. هو تحت غير موافق. معناته أنت ما تتعاملش مع حاجة اسمها غير موافق. تتعامل مع رقم اثنين. الحاسو. S B S S يتعامل لك مع رقم اثنين. بس قبل S B S S أنت شغال. قد مرمزة مرمزة. اثنين. إلى إكسل إلى شيء إكسل. أنت ما قاعد دكتور وتكتب مثلا عدد اللي قالوا غير موافق خمسة وعدد اللي قالوا محايد ثلاثة. خلي ذا. أنا هنا بعدين. ورقة على اللي هذه مثلاً أنت الآن. يدول. شوف هذه الاستبيان الأولى طبعاً. هذا الاستبيان رقم واحد. هذا أول حاجة. هنا الاستبيان رقم اثنين نفس الشيء. السؤال الأول المستجاب رقم واحد إيش؟ ما اختاروا مثلاً. اثنين ما اختاروش. ثلاثة اختاروا. أربعة اختاروش. خمسة اختاروا. عشرة اختاروا. فمثلاً إذا وزع فيها الاستبيان وتجي تمسك السؤال الأول. 50 50 واحد قالوا اختاروا ايوه من السؤال الاول 50 واحد اختاروا اثنين و30 واحد اختاروا أربعة و20 واحد اختاروا خمسة هذا يعني زي ما تقول ايش جوانب احصائيه انت تستخدمها لغرض انه تظهر يعني مستوى الاجابه على الاسئله الاهميه لكن لغرض التحليل تدخل عدد الذين لم يجيبوا لا شوف انت كيف تعمل انت اصلا نحن لما نوزع الاستبيانات نقول قمنا بتوزيع 100 استبيان وانتظرنا الفتره المحدده لعوده الاستبيانات ورجعوا لنا 70 فنسبه الاستبيانات المستردة او المسترجعه نسبتها 70% طبعا كافيه فتجي تحط تقول انت الان انه يعني الذي ما جابوش خلاص انت استبعدته اساسا اما اذا تقصد السؤال اذا هو السؤال هذا مثلا واحد ترك لك وفاضي ما حددوش نعم ممكن تشير انت مثلا تقول السؤال الاول من السبعين اللي رجعوا لنا الاستبيانات مثلا 68 اجابوا منهم اثنين من مثلا منهم كذا اختاروا رقم اثنين ومنهم كذا اختاروا رقم اربعه ومنهم كذا اختاروا رقم ثلاثه في حين ان هناك استبيانتين لم يجيب اصحابها على هذا يعني تبين انه هذا السؤال في اثنين من المستجابين ما جاوبوش عليه تبينهم يعني الامور التي يجب مراعاتها عند اعداد الاستبيانات ان تكون مطبوعه بشكل واضح ان يتم تقسيم الاستبيانه الى اجزاء او محاور مثل ما نقول محاور او اجزاء المقدمه والتعريف الارشادات لطريقه تعبئه الاستبيانه ها لا هنا يقصد الاجزاء الذي هو يعني انه تكتب انت في قبل الجدول انه الاخ فلان او الاخ المستجيب السيد فلان انا كتبت دحين طلاب انا كتبنا لطلاب بجامعه السعيد يعني السيد كذا كذا مدير بنك كذا كذا للبنوك لما راحوا لهنا قالوا ايش من سيد؟ سيد هذه خلاص صح حساسيه الناس عندها كلمه السيد خلاص امسحوا لنا قولوا الاخ بس يعني احنا نقصد بالسيد يعني دعم الاحترام يعني اصبح عندنا هذه الحرب السيد معناته انه حاجه اصبحت يعني فانت تقول يعني ايوه الاخ فلان يعني انه يقوم الباحث باعداد دراسه بعنوان كذا كذا ويعمل يعني تكرمكم بالمساعده من خلال الاجابات على الاسئله التاليه علما ان الاجابات لن تستخدم الا لاغراض البحث العلمي مثلا وهذا التزام الباحث هذه يعني مقدمة الإرشادات بطريقة تعبئة الاستبيان وبعدها تجي الفقرة الثانية وتقول له ترشده تقول له يرجى تكرمكم بوضع إشارة تكتب له كذا إشارة صح أمام الإجابة التي ستناسب مفهومكم للسؤال وبعدها في مثلا الاستبيان وهو الجزء الأساسي بالاستبيان ويتم فيها عرض الأسئلة ها يا دكتور مثلا هذه الضرورة يكتب اسمه أيوه نعم يكتب اسمه الباحث لا مش بالضرورة أنت ممكن شوف حسب راحتك يعني حسب راحتك بعضهن يهمة أنت كطبيعة بحثك مثلا يهمة فتفهمه تقول له يهمنا أنك تذكر اسمه وطالما هو بحث علمي يجب أن يكون فيه شفافية يعني مثلا نحن فيه سرية كمان السرية بين المستجاب وبين الباحث أكيد نعم شروط الاستبيان بس يحاول الباحث ان يستغني عن معرفه المستجاب هذا مش بالضروره انه فلان
صفته كذا وكذا. الصفات خلي الصفات اللي هي تسمى البيانات الوصفية، مثلا المستوى التعليمي، الجنس، الخبرة، سنوات الخبرة، أيوة هذا شيء عيب غير ما نقصده نحن. لكن أنا مثلا أجيب واحد مدير استبيان مش بالضروري هو يعني يشتي إجابة نائب عميد، يعني هو يستهدف نواب العمدة مثلا لشؤون الطلاب مثلا، مش بالضروري يعرف اسمي. المهم انه نائب عميد كلية العلوم الإدارية خلاص خلاص مش بالضرورة يعرف الاسم يعني. لكن احيانا يكون فيه مثلا الاستبيانات التي توزع في مجال البحث العلمي نفسه، يعني في باحث يشتي يدرس مدى اهتمام اساتذة الجامعات مثلا بالبحث العلمي، ممكن يسألنا اقول له اسمي عادل قائد فارع العامري، تخصصي اسواق مالية، الدرجة أستاذ مساعد كذا. يهمه مثلا، يهمه إنه إيش البيانات التي تهمه هو لغرض البحث. هنا ممكن مش الموثوقية للسبان والسعر. لا، الموثوقية هذيك من جهات كجهاز إحصائي يسمى ألفا كرونباخ، يعني في مقياس اسمه ألفا كرونباخ، مقياس إحصائي. يعني هل الأسئلة هذه موثوقية؟ الموثوقية بمعنى إنه الاستبانة رصينة ولا لا. أما الموثوقية اللي إذا كان في مثلا سرية بيانات أو كذا مثلا، هذا شيء آخر. فهو حسب طبيعة الدراسة، يعني ليس بالضرورة أنه يحاول الباحث أنه يستغني عن طلب اسم المبحوث، وإنما صفته، يهتم بصفته بس. تقسيم أسئلة الاستبيان الآن، الأسئلة المفتوحة أو الحرة، ويقصد بالسؤال المفتوح أو الحر الأسئلة التي يترك فيها مجال للإجابة. خلونا مفتوحة أنت بس، مش مفتوحة معناته أنه تترك له سطحة، يعني مش محدد 4-5 سطور مثلا نقاط أنت تعمل له هي بس، يعني أنه جيب لي مفتوح في هذه الحدود بس. مش معقول يكون مفتوح مثلا 10 صفحات تجاوب لي؟ لا، مفتوحة بمعنى أنه مش نعم أو لا. يعني الدكتور بيكون زي أخطر رأي. لا، السؤال المفتوح غير السؤال المغلق. المغلق إجابته محددة، جيب لي بنعم أو جيب لي بلا، أو عليه إشارة عند اختيار المحدد مثلا ألف باء جيم، أنا أعطي له بس فرصة إنه يعمل لي صح على الخيار المناسب، هذا مغلق، هذه إجابة مغلقة. أو أعطي له فرصة إنه يقول نعم أو لا، برضو مغلقة. لكن ما أعطي له سؤال وأقول له اكتب لي الإجابة في السطور هذه، فهي إجابة مفتوحة، يعني إنه يكتب كل كلمة اللي يشتيها هو. بينما المغلقة إنه أنا ألزمه بنعم أو بلا بس أو بوضع الإشارة، هذه مغلقة. أما المفتوحة يعني هو يكتب ما يناسبه من الكلمات. اثنين أسئلة المغلقة أو المحددة الخيارات، ثلاثة أسئلة مفتوحة ومغلقة معا نوع من نوعين، يعني تعطي له أسئلة مفتوحة وأسئلة مغلقة، وأربعة أسئلة الصور والرسومات. يعني مثلا الناس اللي هم في ناس يقول لك هذا صوري هذا سماعي، في ناس يفهم لما تعرض له داتا شو مثلا زي ما انتم دارسين مثلا، في ناس يفضل انه تعرض له انت مثلا محاضرة بشكل داتا شو، يعني هذا يسمى صوري يعني يرى يعني نظري. ايوه، وفي ناس سماعي يفضل السمع، في ناس يفضل لغة الجسد او توزيع النظرات او كذا مثلا وهكذا. فبالنسبة للاستبيان يعني في ناس يعني من ذوي الاحتياجات الخاصة أو كذا، يعني أنت ممكن تعمل له رسومات معينة وهو يؤشر عليها. طيب، تصميم الاستبيان ووضع أسئلتها، هناك قواعد لإعداد الاستبيان. أول حاجة تحديد موضوع الدراسة بشكل عام والمواضيع الفرعية المنبثقة عنها، يعني زي ما قلنا نحن أنه نشعر المستجاب أنه الدراسة تحت عنوان كذا كذا، وتتكون الجزئية من الاستبيان من محاور. مثلا زي ما تشتقي مثلا تقول إيش محور التعليم، محور الإبداع، إبداع محور مثلا، خمسة أسئلة أنت مستهدف فيها في البداية إنه التعليم، يعني هل يعني الشخص الموظف الآن هل هو مستوى تعليمه أيوة، هل هو نظري ولا تقني مثلا، أو تجريبي اللي هو الطب مثلا طبي ولا تقني مثلا الكليات التقنية. الخمسة الأسئلة الثانية، المحور الثاني هذا مثلا أيوة، وهكذا بالضبط. أيوة هكذا اللي هي يعني محاور. اثنين، صياغة الأسئلة حول الموضوعات الرئيسية والفرعية للاستبيان، يعني في أسئلة تمثل اهتمام رئيسي في المعلومة وفي أسئلة تمثل اهتمام جانبي، بنشوفها نحن الآن. ثلاثة، إجراء اختبار تجريبي على الاستبيان من خلال عرضها على عدد محدود من أفراد الدراسة قبل اعتمادها بشكل نهائي، اللي هو التحكيم. يعني أنتم الآن لما تعدوا استبياناتكم
بتعرضوها علي مثلا انا انفتحها نقول لك بنحتاج الى اضافه فقرات هنا بنحذف هذه ماليش داعي هذه مكرر هذه كذا التحكيم الدكتور قبل هذه يقول ايش؟ ها؟ قال لي فكره تجربه على الاسلام من خلال الدراسه تحديد محدود ايوه من افراد الدراسه قبل اعتمادها بشكل نهائي والطلب منها ها هذا يقول الاشخاص ذهبوا وتكفلوا تشوف ها يعني هذا ايوه اذا هذه كانه بس هذه اذا كان في مجال محدد يعني معين مثلا انت الان تعمل على مستوى يعني تعز ممكن توزعها مثلا على هنا داخل المركز مثلا على عدد يعني تقيس انت مدى يعني مدى فهمهم للسبناس مدى فهمهم او مدى استجابتهم ايوه نحن نستعيض شوف نحن نستعيض ابو هذا على الخبراء الخبراء نعم قضيه من العلم بدل ما انزل انا للناس في الميدان اعرضها على خبراء الخبراء هذول يكونوا قد هم اصلا قد اشتغلوا في مجال السبيانات قد هم يعرفوا ايش اللي يناسب يعني تحكيم ايوه يعني تحكيم ايوه يعني انه مثلا الناس اللي الخبراء من كثر ما الممارسة هذا يعرف ما هي الاساليب اللي تزعج مثلا الناس اللي تنفر ناس اللي ما يحبذوهاش الناس المستجابين يقول لك لا هذا اللفظ مثلا مش مناسب غيره يعني انه ممكن صح نوزعها على ناس في الميدان كاختبار اولي وممكن بدلوا هذا نستعيضه بالتحكيم عند الناس اللي هم يعني خبراء نعم واربعه تعديل الاستبانه بناء على المقترحات المقدمه من المحكمين واصدارها بالشكل النهائي يعني خلاص احنا بعد ما مثلا انا بشوف رقم الاستبيانه واعمل عليها مثلا التعديلات اللي بوجهه نظري مثلا ممكن بعدين ابعثها لاثنين ثلاثه من الاساتذه مثلا بنعطي الدكتور بديع بنعطي الدكتور عامر بنعطي الدكتور فلان اقول لهم رايكم يعني بحيث انه نفهمهم انه مثلا خلال وقت محدد او في العلوم الاداريه نوزع الاثنين ثلاثه بحيث انه ممكن يعني خلال نصف ساعه يقول لي اوكي تمام ولا يقول لي يعني ملاحظاته النهائيه فتكون الاستبانه اذا عرضت على هؤلاء تسمى مرحله التحكيم وتصبح محكمه يعني انه يكون الان نسبه الموثوقيه بالبيانات التي ستجلبها هذه الاستبانه تكون مرتفعه الموثوقيه الاستبانه شهدت محاوله فيها فعلا ايوه نعم انه يعني المحاور المتضمنه في الاستبانه يعني كافيه نعم ايوه الامور التي يجب مراعاتها في اسئله الاستبانه ان تعكس مختلف جوانب المشكله او الظاهره موضوع البحث استخدام لغه سليمه والفاظ واضحه وسهله الفهم من الأشخاص المبحوثين يعني تصاغ الفقرات بلغة واضحة وسهلة تجنب وضع الأسئلة المركبة والمعقدة أحياناً تجي سؤال تقرأه ثلاثة سطور أربعة سطور دخل الفقرة تشتي تلملم أنت أفكارك ترجع تقرأه كلمة كلمة مشان تشتي تفهم السؤال ما تقدرش يعني يكون سؤال مركب مركب بمعنى أنه يشمل أكثر من فكرة ها؟ زي ما مش مركب المطاعم واللوحة الإعلان اللوحة حقنا بعدين تجي مثلاً عند مطعم يقول لك مطعم وبخبازات وبروست ومش عارف ايش كلهم يعني ما تدريش مطعم ومخبازات وبوفيا وبروست وايش عارف مركبه اسمه مركب يعني مأكولات بحريه السود يعني يسموه محمد احمد على ايش؟ ايوه مركب يسمى يعني هذه ملاحظه شوف هذه عندنا في اليمن والا يجي يقول لك مثلا مطعم كذا لجميع انواع المأكولات أو لأشهى المأكولات يعني كلمة التوتر في عرض الإعلام أو في التسمية يعني ما ليش داعي أنت تقول مطعم كذا كذا للمأكولات للمأكولات الشعبية للمأكولات الشهية أيوة أما لأشهى المأكولات اللي أطعم الأشياء ولا يعني تدخل على حاجة على بالك ما فيش لجميع انزل لاحظوا هذه أنتم حق مطعم ومخبازات وكافيتيريا كلهم مطعم ومخبازات وكافيتيريا وبروست كذا فلان بجميع انواع المخبازات فالاسئله في الاستبانه احيانا تجي مركبه من اكثر من فكره او من اكثر من مكون اساسي في السؤال هذا يبتعد عنه البعض جزئهم بدل ما تخليها المساله مركبه من شيئين خلي هذيك فقره وهذيك فقره ما تكونش مركبه يعني وتجنب طرح الاسئله الغامضه التي تتطلب تفسيرات اضافيه عند الاجابه عليها او الاسئله المطاطه التي تحمل اكثر من اجابه يعني نتجنب الاسئله المطاطه او الاسئله التي تحتمل اكثر من اجابه يعني ممكن حتى لو كررتها بعد ثلاث اربع سطور مثلا او في موضع اخر او في محور اخر ممكن يجيب لك اجابه ايوه ثانيه او اذا هي خاصه اذا هي مفتوحه ممكن يجيب لك اجابه اوسع من الاجابه الاولى تسمى اسئله مطاطه تجنب طرح الاسئله المثيره او المحرجه
أو التي تجرح الشعور والحياة العام، إلا إذا كان الموضوع يتطلب طرح مثل هذه الأسئلة وإن الإجابة عليها يفيد البحث. يعني لا حاجي أسئلة محرجة يعني بعض الأحيان، يعني أنه في أي مجال، يعني أنه المهم أي شيء مثير للحرج أو الأيوة يعني. ستة، تجنب طرح الأسئلة الموجهة أو الإيحائية زي ما قلنا، يعني توحي له بالإجابة يعني. أيوة يعني أنه مثلا أيوة مثلا الهمام ها بالإستر الرائع يعني خلاص أيوة أيوة توحي له يعني بالإجابة. طيب عدم طرح أسئلة عن متغيرات ليست لها صلة بمشكلة البحث، صح؟ أحيانا تجي هذا يجي دور لجنة التحكيم. بالضبط أيوة، المفروض لجنة التحكيم تقول له لا هذا ما له علاقة بالمحور هذا، تبعد مثلا. مراعاة ترتيب الأسئلة بطريقة مناسبة، يعني أنه مثلا لو في فكرة معينة الفكرة هذه لها تدرج، يعني ما تجيش أنت تسأل عن آخر مرحلة من مراحل مثلا الشيء في البداية. هذا حسب طبيعة الأبحاث، يعني مثلا إذا هي في الجوانب الإدارية مثلا ما نجيش يسألوا عن النتائج، مثلا نتائج تنفيذ مثلا برنامج للحوافز قبل ما يسألوا عن وجود الحوافز ولا لا، نفسها هل توجد حوافز ولا لا، أول شيء هل موجود ولا لا، ما نجيش يسألوا عن نتائج نظام الحوافز لديكم في المؤسسة. عن الترتيب، مزايا الاستبيان، توفير الجهد والوقت والمال في جمع البيانات، يعني بدل ما أنت تنزل إلى كل مؤسسة علشان تعمل مقابلة تعمل استبيان وترسله بهذا الإيميل هذا، فهي موفرة الوقت والجهد. تغطية أماكن بعيدة في وقت أقل، وتعطي الحرية للمبحوث لاختيار الوقت المناسب لتعبئة الاستبيان. فلن ترسل إلى صنعاء لا عدن لا حضرموت بالإيميل بورد وهو يسحبها ويجاوب عليها ويعملها سكانر ويرجع لك، فهي أقل في التكلفة من الوسائل الأخرى. وتقلل من التحيز لدى الباحث والمبحوث. ليش تقلل من التحيز؟ لأنه أنت أصلا مصمم الأسئلة بشكل موضوعي. بالضبط أيوة، معك تركلوش مجال إنه يتحيز. عيوب الاستبيان أو الاستبانة، انخفاض نسبة الردود مقابلة بالمقابلة، مقارنة بالمقابلة انخفاض نسبة الردود، يعني في ناس ممكن يهملها للنهاية، ممكن يضيعها، في ناس ممكن يعتذر، في ناس وهكذا، يعني هي من حيث نسبة الردود هي أقل. أيوة، خاصة الظاهرة شوف أيوة، يعني هذه ظاهرة مزعجة في اليمن، يعني صراحة هي من أهم يعني الموضوعات الأخلاقية، يعني حتى واحد ما يجي معه بحث ويشتري منك مساعدة في البحث، المساعدة إنك تجايب له على الاستبيان، المفروض إنك تجايب له بكل حرص بكل حرص، لكن للأسف إحنا يعني يا إما نرفض أخذ الاستبيان يحلق على الضغط بدون الساعة، وإلا أيوة أكثر شيء مزعج إنه ما يقول لك هي الحين يعني لك يضبح به، ما يعطيك وقت كافي، يقول لك متى أرجع لك أو هذا الرقم مثلا لو تكرمت، فأنت تكمل تضرب له الرقم هذا الذي كتبه وخلاص تلقيه شلة، لكن لا يعني لك يقول لك ممكن اليوم أشيله اليوم، طيب أنا مشغول، فتضطر بعض الأحيان إنك تشغله بشكل عشوائي تعدي له، واحيانا تنسي صفحات، واحيانا تعتذر، واحيانا تحملها، واحيانا يعني بسبب يعني سلوك الباحث نفسه في التوزيع او من يكلفه في التوزيع يجب ان يكون اريحي في بر اريحيه يعني. ايضا من عيوبها وجود اسئله غير مجاب عليها، يعني قد تجي اسئله مش مجاب عليها. ثلاثه، عدم فهم المبحوث لبعض الاسئله فتكون اجابه مختلفه او مغايره لقصد الباحث، يعني ما يكون بالمكتوب بعض الاحيان ما فهمش انا ايش المقصود، بروح أجيب له إجابات ربما ما تناسب. نعم. أربعة، عدم قدرة الباحث على معرفة بعض الجوانب العاطفية والنفسية لدى المبحوث أثناء الإجابة. خمسة، إنها لأنها غيابية أيوة. إنها وسيلة غير ممكنة التطبيق في المجتمعات الأمية ومجتمعات الأطفال عكس المقابلة. ثالثا، الملاحظة، تعريف الملاحظة بأنها عملية مراقبة أو مشاهدة لسلوك الظواهر والمشكلات والأحداث ومكوناتها المادية والبيئية ومتابعة سيرها واتجاهاتها، وذلك بقصد التفسير والتحليل وإيجاد العلاقة فيما بين متغيرات الظاهرة والتنبؤ بسلوك الظاهرة، بمعنى أنه
من خلال الرؤية، من خلال الملاحظة، احتكاك اليومي ببيئة عمل مثلاً، بمرور زحمة مرور في جولة، تلاحظ وجود مشكلة أو تحس بوجود مشكلة.